اليوم مجموعة إليتير العالمية عم تحقق نجاحات بمختلف فروعها وضمن سوريا أيضا وبخبرات وطنية وبأحدث التقنيات المستخدمة باعتبارها من أكثر عمليات التجميل طلبا، مع الأستاذ أحمد نصر الله خبير زراعة الشعر لمجموعة هير كير العالمية. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير يا يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. قبل ما نبلش حديثنا ونحكي عن تجربتكم الرائده، خلينا ننتقل بتحيه من مجموعه إليتير ونتابع رحلتنا الصباحيه. تحيه محمله بالحب من إليتير العالميه لإليتير دمشق. إليتير هي تجربه محفوفه بالدوده والاتقان والابداع. شكرا لجميع المرضى اللي هن رسالتنا بفرع دمشق، شكرا جزيلا على ثقتكم الغاليه. كنا عم نتابع مع بعض أكيد تجربة رائدة بعالم زراعة الشعر، وكثير بنعتز وبنفتخر بخبرات وطنية سورية. خلينا نحكي هيك مجمل هي الخبرة، كيف اشتغلتوا فيها، كيف ضمن هي الظروف الصعبة اللي عم نعيشها الاستثنائية عم تكونوا موجودين بأحدث التقنيات، لأنه أساساً نحن بحصار اقتصادي كثير كبير، يعني أكيد. أي قطعة ما فينا نحصل عليها اليوم ضمن كل هي العقوبات. هلا اولا شركه إليتير هي شركه عالميه بروح وطنيه. طبعا انا عم بحكي بسوريا، بروح وطنيه سوريه. هدفها الاساسي كان بسوريا هو نقل خبرات زراعه الشعر بصورتها الحقيقيه والصحيحه الى سوريا، وتاهيل وتاطير كوادر سوريه من اطباء وممرضين لاعدادهم للعمل بهذه المهنه. طبعا الحمد لله حققنا نجاح جيد جدا في تأطير وتأهيل كوادر طبية من أطباء وممرضين. طبعا التقنيات، أنت سألتيني كيف في ظل هالحصار الاقتصادي، طبعا نحن تقنياتنا ما أنا أدوات كبيرة، هي أدوات دقيقة لأنه هي تحتاج إلى دقة عالية. نحن نتعامل مع بصيلة، يعني شيء دقيق، فأدواتنا هي صغيرة الحمد لله، عم نحسن نأمنها يعني طبعا بطريقة جيدة. طبعا أنا بحب نوه على قصة الكوادر. الكوادر أثبتت رغم الحصار ورغم كل ما تمر به البلد من ظروف قاسية، كوادرنا قادرة أن تخطو خطوات رائعة. إحنا بظرف سنة ونص حسنا نتقدم، والكوادر صارت قادرة على العمل من الـ A to Z في هذه العملية، يعني العملية بس هي إجراء طبي بسيط، يعني في تقنيات تطلع برا فنحن ننقلها مباشرة. نحن اليوم نعمل بأحدث تقنية اللي هي تقنية الـ DHI، يعني أحدث تقنية عالمية زراعة الشعر المباشرة بدون جراحة وبدون ندبات، يعني ما في تداخل جراحي مثل الطرق القديمة اللي هي تحتاج إلى تخدير عام وقصص كتير أخذ شريحة من المنطقة المانحة. لا، اليوم في تقنية حديثة جدا هي تقنية الـ DHI. نحن دائما بنوعد الناس بأنه أي تقنية تنزل برا رح تكون موجودة، نحن دائما سباقين بأنه ننقلها في مراكزنا في فروعنا برا سوريا وفرع سوريا دائما. هاي نقطة اليوم مهمة، يعني لازم نوقف عندها لما نقول انه اي تقنية حديثة في هذا المجال. نحن عم نحكي عن مجموعة رائدة عالميا مو فقط في سوريا، او عم نحكي عربيا عالميا. اليوم هي نقطة كثير مهمة، يعني مشروع وطني في ظل الحصار الاقتصادي، يعني ممكن حتى لو جزء سياح اليوم يعملوا هي التجربة، لأنه نحن بنعرف التكاليف الباهظة اليوم لهي العمليات خارج سوريا. عم يكون في فرق بالتكلفة، اليوم عم نحصل على تقنية جدا حديثة، نتائج جدا عم تكون فينا نقول ممتازة. هذا بيلعب دور ضمن الحصار الاقتصادي، لكم اسم بالسوق خارجا، في عم يتم عملية استقطاب للداخل. فخلينا نحط يعني نقطة، أنت نوهتي لنقطة كثير كثير مهمة، إنه العملية هي مكلفة جدا جدا في خارج في الدول برا وخاصة الدول الأوروبية. اليوم نحن شفنا على أرض الواقع بأنه في طبعا بالصيف الماضي أنا كثير استقبلنا ناس ارتادت المركز سوريين مغتربين سواء في دول عربية أو دول أجنبية، في منهم له 12 13 سنة ما زار سوريا. نزل وطبعا نزل لأنه شاف هذا الاسم صار فيه في سوريا. طبعا التكلفة هو نفس العملية إذا بده يعملها خارج سوريا،
فمكلفة جدا. فهو شاف انه في زيارة بيزور بلده بنفس الشيء بيعمل العملية. طبعا هذا نوع من السياحة الطبية اللي صحيح. كانت موجودة في سوريا قبل الحرب، وكانت يعني كانت تمتاز سوريا بالسياحة الطبية. اليوم ان شاء الله نحن راح نكون مساهمين، ولو كل انسان مثل ما بيقولوا بيقدم الشيء اللي بيحسن عليه. يعني بظل الظروف الاقتصادية الراهنة وبظل الحصار الاقتصادي، المفروض كل انسان بيغار على بلده وبيحب بلده يقدم شيء ولو بسيط يدعم الاقتصاد الوطني. يعني اليوم بنشوف رؤيتنا انه السياحة الطبية ان شاء الله ممكن ترجع وترجع قريبا، من أول جديد. ممكن من الدول العربية الصديقة، من الدول الأجنبية، ممكن المستقبل يعني تكون السياحة الطبية رافد وطني إن شاء الله. للاقتصاد الوطني. أيضا اليوم أستاذة عم تشتغلوا على مجال قطاع الأسنان وفرع جديد، خبرتنا تفاصيل عن هذا. هلأ نحن قريبا يعني في افتتاح العيادة السنية طبعا تحت ماركة عالمية اسمها اليس سمايل على أيدي أمهر وأهم الأطباء، أطباء الأسنان في سوريا. طبعا هي عيادة إن شاء الله راح تكون متكاملة من التجميل إلى الزرع، زرع الأسنان، إلى التقويم، حتى الجراحة الفكية البسيطة التي تندرج تحت التخدير الموضعي. طبعا في حتى بزراعة الشعر حاليا نحن متوجهين، يعني نحب نزف بشرى لأبناء بلدنا حتى في دولة الإمارات العربية. قريبا راح ينطلق فرع بدبي لمجموعة إليتير العالمية إن شاء الله. إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله بنتمنى لكم دائما التوفيق والانتشار باسمكم على مستوى العالم. خلينا نرجع لنقطة أشرتها خلال حديثك أستاذ أحمد، السياحة الطبية. يعني إحنا مع بداية عام 2023 أكيد في خطة ضمن مجموعتكم لزيادة هي السياحة، لزيادة الأفرع. لما نقول اسم سوري في مختلف أنحاء العالم كمان هذا بيرفع اسم سوريا. يعني بنقول أنه من رحم الأزمة فينا نقول سنوات الحرب، لا في إبداع ومكمل الحياة. خلينا نشير لهي النقطة، خطتكم بال 2023، وخلينا نعطي بعض التنويه على السياحة الطبية. هي نقطة كتير مهمة، لأنه هلأ عم تقولوا عن فرع كمان التكلفة، كل شيء ما يتعلق بالأسنان نحن نعرف التكلفة الباهظة اليوم إلو اليوم، حتى التكلفة اللي بضمن سوريا تختلف خارجا، فهي ممكن تزيد عملية الاستقطاب للسياحة الطبية. طبعا هالأوقات بيكون مركز متكامل، طبعا دائما العمل يحتاج إلى مصداقية. أنت اليوم بتكسب الثقة وقت بتشوفي بتمرر لعندي أنت أو قريب إليك أو معرفي أو صديق إلى آخره، مر وأدى يعني دخل بتجربة مع الإليت سواء في مجال زراعة الشعر أو في مجال العيادة الجلدية المتكاملة عندنا أو في مجال الأسنان حاليا. بتنبنى ثقة، وقت بتصير الثقة موجودة وباسم شركة عالمية بفروع المتعددة في أنحاء العالم، طبعا هذا شيء بيستقطب السياحة الطبية صحيح. من الدول العربية الصديقة. يعني احنا اليوم عندنا بنعرف في ناس عم تجي من الأردن، من العراق، من لبنان، الدول العربية المجاورة أو المحيطة فينا. طبعا ممكن بالأيام القادمة يصير انفتاح أكبر، نتمنى، وانفراج أكبر إن شاء الله. يعني مثل ما عم نشوف نحن متفائلين كثير. هلأ التفاؤل حاليا بجوز ما نشوفه على الأرض، على أرض الواقع، ولكن نحن متفائلين جدا بالغد القريب مو الغد البعيد، يعني بأنه التعافي إن شاء الله رح يكون موجود في سوريا إن شاء الله. الرجل رح ترجع تعود مثل ما كانت، يعني كان كثير يفوت ناس على سوريا. سوريا لها شهرة عالمية على فكرة في مجال طب الأسنان، وأطباء صحيح. الأسنان السوريين صحيح. أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم مو على مستوى صحيح. سوريا بظل الأزمة معظم أطباء الأسنان اللي طلعوا على الدول العربية أو حتى الأجنبية أثبتوا كفاءة عالية. هذا طبعا شيء بيعطينا شعار نحطه على صدرنا كسوريين. إن شاء الله أنا متفائل جداً بأنه السياحة ممكن الطبية ممكن يكون في مقترح لكم مع وزارة الصحة بهذا الخصوص بالقريب، يعني نحن بالمستقبل لإنعاش السياحة نحن الطبية. لسنا بعيدين أبداً عن وزارة الصحة. نحن طبعاً نتشرف بأنه يكون في أي تعاون ممكن يخلي السياحة الطبية تتقدم
خطوات لقدام ان شاء الله. استاذ احمد، ذكرت حضرتك انه بيجي مرضى من العراق، من الامارات، من خارج سوريا، من مختلف الدول العربيه. اليوم شو الخدمات الطبيه والسياحيه اللي بتقدمها للمرضى اللي جايين على سوريا مشان العلاج؟ طبعا اي مريض بيجي من خارج سوريا، اول شغله انا بامن له الاقامه اللائقه، الاقامه باي فندق من الفنادق الموجوده في البلد، طبعا مع خدمات التوصيل من وإلى المركز. هدف سياحيا طبعا، أنا ماني شريك سياحي، إنه في أماكن سياحية ممكن هو يزورها، لأنه السياحة الطبية بتندرج دائما بيجي السائح بيعمل إجراء طبي، ممكن يجي مثلا من قطر العراق الشقيق يعمل مثلا أسنانه، ممكن يعمل أصمادي، ممكن يعمل أي إجراء طبي، وبنفس الوقت هو عم يعمل سياحة، أما سياحة عامة أو سياحة دينية إلى آخره. طبعا انا بقدم له الاجراء الطبي اللازم وباعلى كفاءه ممكنه، بامن له اقامته بشكل جيد ولائق، بامن له مواصلاته اثناء عمليته وما بعد العمليه، مراجعاته لعنا. بعدين في مجال بقى اذا في حابب هو يعمل سياحه، اكيد في شركات سياحيه بترعى مختصة بهذا. يمكن لهيك سألتك هذا السؤال، يعني نحن عم نقول على الخدمات اللي بتقدموها من خلال المركز، هي كل ما يعنى فيه المريض من أكيد دخوله إلى سوريا من وخروجه، بس ممكن يصير في استثمار بهذا الموضوع بالتعاون مع عديد من القطاعات لإنعاش السياحة الطبية، وزارة الثقافة، السياحة، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة الصحة طبعاً. هذول الثلاثة ممكن بالأيام القادمة إن شاء الله وقت بصير انفراجات أكثر، بيصير في ناس عم تدخل اكثر على البلد، اكيد بيتم التنسيق بانه نكون نحن داعم ولو بجزء بسيط. صحيح. خلينا ننتقل معك استاذ احمد لحتى نحكي عن تفاصيل عمليه زراعه الشعر. تفاصيل العمليه، طبعا العمليه بتمر بمراحل، قديما كانت تمر بمراحل، هلا الطريقه القديمه في كثير لسه مراكز حتى خارج سوريا عم تعمل بالطريقه القديمه. العمليه بتمر بمرحله اخذ البصيلات من المنطقه المانحه، يعني اسمها البنك الشعري او المنطقه المانحه. صحيح. طبعا انت بتاخذي عدد بصيلات حسب منطقه الصلع، يعني بتجينا انثى عندها الخط الامامي بده تعديل، طبعا بتحتاج عدد بصيلات اقل، بيتاخذ عدد بصيلات من المنطقه المانحه اقل. اما صلع الذكوري غالبا بيجينا شباب، فصلع ذكوري من الاي تو زد، يعني صلع من الدرجه السابعه، يحتاج عدد بصيلات كبير لتغطيه كامله وبكثافه عاليه. طبعا مرحله الاقتطاف اللي هي بتصير بطريقه حديثه جدا، نحن بنشتغلها اسمها الاف يو اي. اف يو اي بناخذ فيها البصيلات، بعدين بتنعد البصيلات وبتنحط بالسائل الملحي ضمن درجة حرارة معينة مشان تضل عايشة، نحافظ عليها. صحيح. بعدين كان قديما كان في شيء اسمه نفتح قناة بعدين نزرع البصيلة، اليوم نحن بطريقة الـ DHI أو ما تسمى أقلام تشوي، هي زراعة مباشرة فورا. يعني بتم بيشتغل طاقم التمريض على تعبئة البصيلات بأقلام الـ DHI، طبعا كل قلم له عيار معين حسب البصيلة، ومباشرة القلم هو نفسه بيفتح القناه وبيزرع البصيله. طبعا الـ DHI بتمتاز كثير بشغلات عن الطريقه القديمه. اولا فيك تزرعي بالسنتيمتر المربع عدد اكبر من البصيلات، وبالتالي بتاخذي كثافه اكثر. ايضا نسبه يعني الاستشفاء بعد العمليه، الاطباق الجلد على البصيلات بالـ DHI بيكون اسرع بكثير من الطريقه القديمه، وبالتالي هذا بيمنع انه يموت اي بصيله. يعني قديما كانت الطرق القديمه مثلا زرعنا 4500 بصيله، كان في احتماليه مثلا 500 بصيله ما تموت. صحيح. هلا اليوم انت بتزرعي للمريض 4500 بصيله، فانت باذن الله ال 4500 بصيله رح يطلعوا. طبعا الـ DHI كمان تمتاز بشغله انه ما في الا مضاعفات بعد العمليه صفر. ما في توزيم، ما في توريم. هي اللي بيسالوا عنه كل المرضى، يعني بكون في اثار رح تكون مؤلمه، يعني احنا عم نحكي عن اختصار للوقت، اختصار للالم، عم نحكي عن نتيجه يمكن افضل. التخدير نحن باحدث طرق اسمها، طبعا هو تخدير موضعي سوري، جهاز اسمه الكونفورت ان، التخدير بالضغط الهوائي يعني بدون ابر. ايه هذا كثير يعني بخفف الالم بنسبه 70%.
عندك انت سالتيني على التوزيم، التوزيم كثير ناس بتخاف خصوصي الصبايا، ممكن تيجي صبي انه وشي ممكن يتورم، شفت رفيقتي عامله خصوصا هلا بالجو البارد. لا هلا نحن اليوم التوزيم هو بسبب حقن السوائل الملحيه، السوائل الملحيه بتحقنيها وقت انت محتاجه تفتحي قنوات، اما اليوم نحكي عن الطريقه القديمه التقليديه تماما، طريقه الدي اتش اي انت مانك مضطره تحقني سوائل لانه انت اوريدي ما عندك فتح قناه، فما في توزيم. يعني التوزيم لا يذكر شغله 10% لمده يومين، وما هو توزيم بالشكل اللي بتخيله المريض يعني. يعني هيك عند الجبين بحس شوي في انتفاخ خلال يومين بيروح. طيب النتيجة، يعني كل الناس بتسأل عن النتيجة لما نحكي عن الألم والاختصار الوقت، هي نقطة كتير مهمة، بس النتيجة بتقلك نحن قليلين صبر الناس نوعا ما، بدي تقلك قديش بدها وقت لنلمس النتيجة اللي ممكن هي مرجوة. كلمة زراعة شعر اجت هي من مفهوم الزراعة، زراعة بالمفهوم العام، زراعة وردة، زراعة شجرة، بدها وقت وبدها سقاية وبدها جو. وقت بتزرعي انت حبة قمح في التربة بتحتاج لأشهر ليصير عملية الإنتاج والطالع ورقة خضراء صغيرة تشق التربة وتطلع. زراعة الشعر نفس الموضوع، احنا عم نحط بصيلة عم بتفوت على الجسم جديد، فهي بدها عمليا بحدود الشهرين ونص لثلاث أشهر حتى تدخل في حالة سبات، مثل ما قلنا حبة القمح بتدخل بحالة السبات لتصير تعطيني شعرة جديدة. يعني بعد اليوم علميا بعد اليوم التسعين بتبلش تعطي شعرة جديدة. هذه الشعرة بعد 3 شهور بتبلش تطلع، كل 15 يوم بيصير بيشوف الشخص فرق واضح، وقت بيعمل صورة بعد 15 يوم صورة بيصير بيشوف الشعر عم يقوى وبيطول. طبعا النتيجة على 6 شهور معظم صحيح. الأشخاص بيصيروا بمشطوا شعرهم وبيكونوا مبسوطين عليه، ولكن ليست نتيجة نهائية، هي بتكون عبارة عن 60 أو 65 تساقط. لا على 6 شهور انت إذا زرعتي بتشوفي شعرك صار حلو، ولكن النتيجة لسه عبارة عن 65%. وبتعمل مثل الشعر الطبيعي بيطول كذا الاعتناء، يعني أنت عم تاخدي شعر، يعني إحنا ما عم نجيب شعر فايبر جلاس شعر صناعي وبنزرعه، ونحن عم ناخده من المنطقة المعنية شعر صحيح. طبيعي. شعرك كيرلي رح يطلع كيرلي، شعرك سبل رح يطلع سبل. ما بيتأثر يعني بعوامل الحرارة اللي سيلفير هلا السشوار وما ممكن أبداً. انه يتساقط ابدا. بعد شهور فيه الشخص يعمل سشوار، الصبية بدها ترجع تعمل صبغة، كأنه شعر صبغة. طبيعي يعني مو كأنه هو شعر طبيعي. طب شو التوصيات اللي بتعطوها لكل حدا بيقوم بزراعة شعر يجب الالتزام فيها؟ لأنه نحن أحيانا بنقول في بعض الإهمال بيكون من المريض صحيح. يعني نوعا ما صحيح. وقت بنزرع زرعة، وقت بنزرع وردة في بيتنا بنحاول نعتني فيها، فنحن بنزرع الزرعات في توصيات. طبعا هي توصيات ما هي معقدة، توصيات بسيطة جدا، بس بنتمنى انه الانسان يلتزم فيها. يعني مثلا في حال مثلا كان المريض مثلا بيروح على الجيم كثير، يعني بيلعب كثير رياضه، يفضل اول 15 يوم للشهر يخفف، يبلش تدريجيا يعني بالجو الحار. يعني اذا كانت الزراعه بالصيف انه ما نتعرض لاشعه الشمس خلال اول 10 ايام 12 يوم، يعني كلها تعليمات بسيطة جدا، ما هي التعليمات المعقدة. بالنسبة للصبايا اللي بيصبغوا كثير شعرهم أول فترة ما بيصير نعرض المنطقة للصبغ باعتبار فيها مواد كيماوية، السشوار نخففه أول فترة، بس هي التعليمات. يعني كم جلسة أستاذ بيحتاج مريض زراعة الشعر لحتى؟ طبعا المفهوم القديم أنه المريض بيجي أول يوم بنزرع له 500 بصيلة، أو طبعا هذا الحكي ما هو موجود في الإليت هير لا داخل سوريا ولا خارج سوريا. نحن بجلسة واحدة بتتم العملية. بجلسة واحدة. نحن حتى بسوريا وصلنا إنه نزرع 6,300 جريفت، يعني بصيلة بجلسة واحدة. هذا رقم كبير. كبير. صحيح. قد ايه مدة الوقت بتستغرق العملية؟ مدة الوقت يعني هي حسب يعني عدد البصيلة. يعني أطول مدة. يعني مدة مثلا 8 ساعات بتكون إن شاء الله خالصة العملية. طيب طبعا 8 ساعات مشان ما الناس تفكر انه هي عقوبه، لا هي يعني هي كمان على حسب عدد طبعا. لا نحن بناخذ البصيلات، بيقوم المريض بيرتاح، ممكن يفوت حمام، ممكن ياخذ وجبه فطور، ممكن يحكي بعض التليفونات، يعني هو بصاحي تخدير موضعي بس في المنطقه يعني موضعي. بعدين المرحله الثانيه، يعني ما هي انه 8 ساعات قاعده وحده.
يعني احنا عم نحكي عن تقنيات حديثة في مجال زراعة الشعر، قديش بتكونوا يعني دائما في استعداد تام لمواكبة كل شيء حديث طبي بما يخص زراعة الشعر؟ يعني احنا بنحكي عن تقنيات حديثة، عن تخفيف جلسات، يعني الجلسات جلسة واحدة في نتيجة، ما في ألم، في نتائج رح تكون مرضية عن عدد كبير، مثل ما قلنا لما نقول 6000 ل 6500 بوصيلة شعر، هذا رقم كبير. فقديش حريصين لتكونوا مواكبين لكل حديث في عالم مواكبة؟ أول شغلة أنا ما بيصير يمر شهرين ما أطلع لبرا على أحد فروعنا أشوف إذا في شيء جديد. بتصير ندوات لطواقمنا بألمانيا، بفروعنا كلها بتصير ندوات لكل الخبراء، فأنا دائما بطلع بحضرها. أنا من أسبوع تقريبا، من 10 أيام كنت في دبي لإعداد وتأهيل الفرع الجديد في دبي. فدائما إحنا مواكبين لحظة بلحظة. مستحيل تطلع تقنية ما نكون لسه عم ينحكى فيها، ما نعملها دراسة نحن. طبعا ما ضروري التقنية فورا نحن نجي ناخدها ونطبقها، بجوز تكون التقنية غلط. يعني بجوز لسه ما يكون إلى نتائج ملموسة على الأرض. فنحن في عنا طبعا بفروعنا برا في عنا ناس متخصصين بأنه حتى تدرس هي التقنية. هي التقنية صحيح، مثل ما بنعرف أصلا زراعة الشعر ما لها منهاج ودرس في كليات الطب ولا بالاختصاصات الطبية. هلأ في شغلة كمان أنا حكيتها قبل بمرة، بحكي عنكم كمان على قناتكم الكريمة، بأنه إليت هير بطواقم الطبية وبالأطباء اليوم عم بتعد منهاج لزراعة الشعر. منهاج إن شاء الله يدرس في الجامعات العالمية وإن شاء الله بالجامعات السورية. طبعا مدعم بآلاف الحالات العملية، يعني شيء عملي أنت عم بترجميه بنظري، عكس وقت أنت بتكوني في شيء نظري وبترجم عملي. لا، هون أنت درستي الحالات العملية وآثارها وشو ممكن يصير، وبعدين بالترجمي نظري مدعم مع الحالة. أكيد بدنا نشكرك بالختام. شكرا. الأستاذ أحمد نصر الله، خبير في زراعة الشعر، تحية لكل مجموعة التهير، ونتمنى فعليا التوسع الدائم، لأنه نحن دائما نعتز ونفتخر بجميع الخبرات السورية الوطنية. شكرا كثير لك. أكيد شكرا كثير لك الأستاذ أحمد نصر الله، وطبعا تحية لمجموعة التهير العالمية.